صفحه سريعه ممكن اعمل تقرير، ممكن واعمل تقرير تحليلي، واعمل تقرير بشويه اضافات من على الفيديوهات، شويه ارقام، شويه حاجات من على تويتر، اعلى مثلا شويه حاجات من على اسرائيل. طب ليه اعلى فيديو؟ يعني احنا انا واحد من الناس كنت متصور ان المجتمع الاسرائيلي يغلي وفي حاله فوران وقلق ورعب وكلام عن السياسه والسياسيين والتغييرات. طلع ان المجتمع الاسرائيلي دونك اللي ما عندوش اهتمام سياسي بالذات، مش مهتم. السياسه كانت فلسطين 5% اعلى، لكن برضو يدل ان هو مش كبير جدا زي تركيا. ده معناه ان المجتمع الفلسطيني خلاص بدا يتعامل مع السياسه والنيوز كانها طبق يومي. تركيا 5% وهكذا بعض الدول. بس دي الارقام اللي انا قدرت اجيبها، دي الارقام دي من اليوتيوب نفسه. اوكي، خش على الجد شويه عمليا على ارض الواقع. احنا بنتعامل مع اليوتيوب، بنتعامل معاه بروحين زي تويتر بالظبط، بنتعامل معاه كراجل يتلقى المحتوى من المجموعه دي، المجموعه دي اشخاص، قنوات، نشطاء، او بتعامل مع الناس دي. بس هنا بتعامل معاهم كايه؟ هنا كراجل مزود المحتوى، انا هنا كونتنت بروفايدر، هنا متلقي، ريسيفت كل المحتوى اللي جاي من الناس دي. نفس الطريقه على اليوتيوب، في هنا فولورز وهنا فولوينج. هنا في انا بستخدم ادوات عشان اتلقى المحتوى والفيديوهات دي، وفي نفس الوقت عندي ادوات عشان انا ابث المحتوى، انا كفرد او انا كمؤسسه. اوكي،